مرحبا بكم مشاهدينا، نحييكم من بغداد ضمن تغطية الميادين للانتخابات النيابية العراقية المبكرة يا عراق الخير. يوم أمس نفذت تركيا عملية عسكرية كبيرة في عمق الأراضي العراقية، متجاوزة بذلك التنسيق مع بغداد والسيادة العراقية بحسب الكثير من المراقبين، وذلك بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. لكن من صوب بغداد فهناك هدوء يراه الكثير مستغرب. لم تستدعي بغداد أو الخارجية السفير التركي في بغداد، لم تتوجه بغداد صوب مجلس الأمن أو تقديم شكوى لردع هذه التجاوزات التركية كما توصف عراقيا. حتى جلسة طارئة من قبل مجلس النواب العراقي أو استضافة رئيس الحكومة لاستيضاح الأمر بصورة رسمية، هذا لم يجري. بل والأدهى، حتى استنكار صريح وواضح نتيجة ما جرى يوم أمس لا يوجد حتى اللحظة. نتيجة العملية العسكرية يوم أمس شهيدان، وكانت هناك عملية سبقت هذه العملية قرابة 8 شهداء. فهل على بغداد أو على العراقيين تصديق الرواية التركية أن هؤلاء هم من حزب العمال الكردستاني من دون حتى تحقيق أو توضيح عراقي بالأمر؟ هذا الأمر ما يثير استغراب الكثير من العراقيين. نرحب بحلقة اليوم بالأستاذ رزاق العبيدي عضو حزب تقدم، مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. والأستاذ حيدر التميمي عضو حركة عطاء، مرحبا بك. لنتابع هذا التقرير للزميل محمد الفهد ونعود. تركيا تتمدد في شمال العراق بداعي محاربة حزب العمال الكردستاني. دائرة العمليات توسعت لتصل إلى 200 كيلومتر في عمق أراضيه. قصف جوي على أهداف وصفتها أنقرة بالمهمة، لكن بعضها كان ضد قوات عراقية رسمية في سنجار. وزحف بري لتعزيز عشرات النقاط العسكرية التي تشرف على قرى كردية في إقليم كردستان العراق. تركيا تمادت كثيرا بشمال العراق، وأيضا لم تحترم سيادة ووجود العراق بهذا الاتجاه، ولم تحترم قوانين ومواثيق الأمم المتحدة التي منعت أن تتوغل أي دولة إلا بموافقة الدولة الأخرى، خصوصا بمطاردة العصابات. بغداد حتى الآن لم تتحرك لمواجهة التجاوز على السيادة، ولم تعلق على العملية الأخيرة. الرئيس التركي قد يكون حاضرا في مؤتمر جوار العراق بعد تسلمه دعوة رسمية، وقد تكون فرصة لفتح ملف تواجد قواته بشكل غير شرعي ومن دون تنسيق مع الحكومة العراقية. هنا على السياسة العراقية والدبلوماسية العراقية وخصوصا الخارجية والسيد رئيس الوزراء لعب دور جديد مهم لغرض التأثير على تركيا، بدل ما أن تقوم تركيا بقصف وحرق الغابات وتجريف الأراضي، لأن تركيا كما قلت تريد أن تعيد العثمنة. وبعد أن كانت تركيا تقاتل حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل قرب حدودها، بدأت تتحدث عن انتشار الحزب في سنجار وبعض مناطق كركوك، وأن هذا الوجود غير محصن أمام ضرباتها. بعيدا عن المواثيق والمعاهدات وحسن الجوار، تنفذ تركيا العمليات العسكرية في العراق مبررة ذلك بالدفاع عن نفسها بحسب مراقبين، فيما بغداد محرجة داخليا من الخطوة التركية بعد تأخر الرد أو على الأقل توضيح ما يجري للرأي العام. محمد الفهد، بغداد، الميادين. من جديد أهلا بكم. نبدأ معك أستاذ حيدر التميمي، وين الدولة العراقية بكامل أجهزتها الأمنية، القيادة العامة للقوات المسلحة أمام تجاوز خطر من هذا النوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك ولضيفك الكريم ومشاهدي قناة الميادين. حياك الله. يعني حقيقة أنا أضم صوتي إلى صوتك وصوت الأخ العزيز في التقرير لهذا يعني الاستنكار والتعجب لما يجري في العراق، في قرانا، في داخل دولتنا، وما يصاب من أبناء العراق. قبل أيام قلائل يسقط مجموعة من الشهداء، ويوم أمس يسقط 2 من الشهداء، وللأسف شديد يعني أننا لا نجد شيء بمستوى ما يقع علينا من ظلم وحيف. لا تدخل يعني لا حراك للخارجية العراقية ولا اهتمام بالموضوع من قبل الحكومة العراقية ولا المختصين بالأمور الأمنية، وهذا بالتأكيد يولد إحباط لدى مجموعة مهمة من شرائح المجتمع العراقي. وأنا أعتقد أنه
موضوع أنه عدم الاهتمام والاكتراث بما يلحق بأي ضرر يصاب بأي عراقي على اختلاف لونه وجنسيته وانتمائه وديانته من قبل الجميع، ما يولد إحباط على اعتبار أنه احنا نشوف في بعض الأحيان حينما تحل مثل هذه الأمور في مكان معين ربما يكون الاهتمام أكبر والانشغال أكبر. هذا أعتقد أنه سبب يكمن أنه بالواقع العراقي وتشرذمه وتشظيه وعدم. طيب ماذا على الدولة أن تفعل؟ أنا أعتقد أنه الدولة ممكن تتحرك من أكثر من اتجاه. أنا ما أنتظر أنه ألتقي بالممثلين الأتراك في مؤتمر داخل العراق إلى أن أتحدث معه. أعتقد أنه القانون الدولي إلى مجال أنه التحرك، عندنا خارجية سياسية لها مجال تتحرك، أكل القادة العسكري الميداني ممكن يتحرك، على الأقل نكون حاضرين مع المواطنين، المواطن اللي هو أمانة في أعناق الحكومة العراقية وكل من يتولى منصب داخل العراق. حضرتك تستبعد العراقية. الخيار أو الرد العسكري؟ عندك شهداء 2 بالمناسبة من أهالي الموصل بهذا الاستهداف يوم أمس. حتى ما نتحدث عن الخيار العسكري، هناك كثير من الخيارات الدول يعني تربطها علاقات، تربط صداقات، تربطها أمور استراتيجية فيما بينها، لكن طيب. هناك حديث عن أنه أكو إطار ينظم العلاقات بين جيراننا من كل الدول، فبالتالي حينما نقول هكذا لقمة سهلة للجميع بدون أن نكون لنا سيادة ونستسيخ كل شيء ولا نرد على أي تفاصيل، هذا الشيء يولد إحباط داخل المجتمع العراقي ويضاعف من السيادة العراقية، ولا سيما أننا نعيش فترة حرجة، بالتالي على الحكومة أن تثبت أنها قادرة أن تمسك بزمام الأمور في مختلف المفاصل. ولا أعتقد أن هنالك مفصل أهم من مفصل سيادة العراق وتنظيم علاقته مع الخارج، هذا مفصل جدا خطر ويشغل كثير من بال العراقيين. واليوم حينما نفشل في مثل هذا هكذا موقف ولا نستطيع أن نكون بمستوى المسؤولية، هذا يولد خيبة أمل، وعلى مقدار ما هو ممثل بتراجع دور الدولة العراقية داخليا وخارجيا. طيب أستاذ رزاق، مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب مباشرة والأعلى بالبلد ما موجود، وكأنه ما موجود مجلس النواب. يعني بعد الاستهداف التركي وهذه العملية العسكرية اللي قادها وزير الدفاع التركي وقيادات عسكرية تركية من غرفة عمليات وكأنه حالة حرب، لا جلسة طارئة، لا استدعاء رئيس حكومة، لا استدعاء وزير دفاع، لا استيضاح، ما هذا العمل البرلماني؟ ابتداء أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذ حيدر التميمي وبجميع مشاهدي قناة الميادين. حقيقة أنا لا أستغرب من الاعتداءات التي تقوم بها تركيا أو أي دولة مجاورة للعراق أو حتى لم تكن مجاورة بالاعتداء على العراق. العراق أصبح لقمة سائغة أمام الجميع، والسبب في هذا نحن العراقيين بذلك. طبعا من أقول نحن العراقيين متمثلة بكتل السياسية التي تحكم العراق. لم هذا التشظي وهذه الخلافات في إدارة الدولة تجعل من العراق هدف إلى تركيا وغير تركيا من دول الجيران. حقيقة سيادة العراق من واجب الحكومة، من واجب رئيس مجلس الوزراء، ومن واجب رئيس الجمهورية، ومن واجبات الأجهزة الأمنية. أين الأجهزة الأمنية؟ أين البرلمان؟ أين الحكومة العراقية؟ جايك في الكلام. لا أدافع عن البرلمان نهائيا. الكل لم يأخذ دوره في أي موقف وطني تجاه الاعتداء السافر من قبل تركيا، ولكن الموقف الأول ومطلوب من الرئيس الحكومة، والموقف الثاني مطلوب من رئيس الجمهورية، والموقف الثالث مطلوب من الأجهزة الأمنية اللي موجودة في ذلك القاطع. كان عليها حقيقة أنا كعراقي أطالب الأجهزة الأمنية بأن يقوموا بالرد على أي اعتداء يوجه. طيب. من أي دولة؟ إذا الأجهزة الأمنية ما قامت بدورها، ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ما قامت بدوره، ما قام بدوره، رئيس البرلمان ممكن يدعو إلى جلسة طارئة وهو يجبر هؤلاء على القيام بدورهم. نعم، نطالب من هذا المكان حقيقة السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب إلى أخذ دورهم الحقيقي، لأن من صميم عملهم مراقبة عمل الحكومة العراقية، فأن يقوموا باستجواب أو استضافة رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو من تقع عليه مسؤولية الاعتداء أو سلك طريق لرد الاعتداء. أساساً بآلية العمل أكو خطأ بالسيستم أساساً، يعني العملية وقعت يوم أمس
إلى اليوم لا توجد جلسة طارئة. نعم. إلى اليوم لا يوجد موقف برلماني واضح تجاه هذا الموضوع. نعم. 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 يعني ننتظر بعد أسبوع من العملية ممكن مجلس النواب يستنكر بواحدة من جلساته مثلا؟ أعتقد الرد السريع المفروض يكون من قبل الحكومة وليس مجلس النواب. مجلس النواب ممكن غدا أن يدعو إلى جلسة طارئة، ممكن بعد غد أن يدعو إلى جلسة طارئة، لكن أين الحكومة اللي من صميم عملها أن تحافظ على سيادة العراق؟ أين دور وزير الخارجية؟ عند دور القائد العام للقوات المسلحة؟ حكومة مكبلة باتفاقيات مع تركيا، ما حدث يوم أمس من وجهة نظر تركيا هذا باتفاق مع الدولة العراقية. إذا بما أنه الحكومة مكبلة باتفاقيات، ماذا سيفعل مجلس النواب أمام تلك الاتفاقيات؟ يعدلها، طالما صارت تأذي العراق أكثر بالصميم يعدلها مجلس النواب. وهل هنالك اتفاقية أبرمتها الحكومة تسمح للدولة التركية أن تدخل في الأجواء العراقية 200 كيلومتر؟ إذا هذا صار تجاوز بالبداية، هي أكو اتفاق 84، نعم، وصار اتفاق بزمن السيد نور المالكي، وقع السيد نعم. جواد البولاني وزير الداخلية أنذاك أيضا يبيح، لكن لا يبيح 200 كيلومتر، هم بالجو نعم. وصلوا 200 كيلومتر. نعم. طيب، من صار تجاوز على هذه الاتفاقيات أليس من صلاحية البرلمان ممثلا برئاسته إيقاف نعم. هذه التجاوزات عبر إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديلها؟ هي هذا يتطلب طرق تشريعية وطرق قانونية، تبدأ بدعوة مجلس النواب إلى عقد الاجتماع ومناقشة تلك الاتفاقية وتعديل ما يمكن تعديله وفق لما يحافظ على سيادة العراق. طيب أستاذ حيدر، أليس من المستغرب أنه تركيا كدولة إقليمية مؤثرة وهي أبرز القادمين إلى العراق بالقمة التي ستعقد يوم السبت المقبل، أن يحدث هذا التجاوز؟ لا، أنا لا أستغرب لسبب واحد مهم. إحنا اليوم عندنا مشكلة في العراق، إذا ما أردنا بناء مستقبل حقيقي وبناء وطن حقيقي يضم جميع أبنائه، إحنا عندنا مشكلة لابد أن نعيها جميعا ونعترف بها جميعا، مشكلة أننا لا يؤلمنا ألم الآخر داخل العراق، منسوب المواطنة في العراق هابط جدا، فلذلك كل إنسان يمثل انتماءه ومثل مذهبه ومثل البيئة التي رشحته لمكان ما، وهذا الشيء يضعف واقع المواطنة العراقية. لذلك اليوم من المثمر جدا أنه اليوم حينما يكون هنالك ألم في كردستان يتألم منه أبناء الجنوب، وحينما يئن لجرح في داخل وسط العراق يئن جميع العراقيين على ذلك الألم، وحينما يشعر جميع العراقيين أنهم تحت مظلة واحدة وأن من يحكم العراق يحكم العراقيين جميعا، أن رئيس البرلمان لكل العراقيين ورئيس الجمهورية لكل العراقيين ورئيس الوزراء لكل العراقيين آنذاك، حتى قبل كل هذه التفاصيل، هذا موضوع يعني حتى أي دولة ممكن أن تحدد المناطق والمحاور التي تنطلق منها لتعالج هذا الموضوع، هل هنالك اتفاقية أم لا، هل هنالك أثر سلبي أم أثر إيجابي، هل نتحرك على إيقاف الاتفاقية أم نمضي بها، هل هذا الموضوع نافع للعراق أو لا نافع، لكن قبل كل ذلك من الضروري جدا أن يشعر كل عراقي أن دم العراقي غالي على الحكومة، من الضروري جدا أن يشعر كل إنسان عراقي عربي وكردي مسلم أيزيدي شبكي سني شيعي أن الحكومة مهتمة بشأنه. يعني تعتبر الآن الدم العراقي مهان أو مهدور؟ يعني كيف لا يكون مهان ونحن بهذا الصمت؟ أنا تابعت لأكثر من يوم، مو البارحة، في الحادثة التي حصلت قبل فترة اللي راح ضحيتها ثمان شهداء. أنا يعني كنت أتوقع أنه العراق سيكون معتم بالسواد، أن الحكومة ستقف ستعلن حداث 8 شخصيات وفيهم عسكريون وفيهم قادة في الحشد الشعبي وفيهم رجال من القومية الأيزيدية أو من الفئة الأيزيدية. لم أسمع صوت مدوي لمسائل بسيطة حصلت في العراق وقامت الدنيا ولم تقعد، بالتالي هنالك مكونات داخل العراق تشعر بخيبة الأمل، لأن مثلا رئيس الجمهورية من مكون شيعي حينما يكون حيف على الشيعة يقوم بنهضة عالية وقوية، رئيس البرلمان يمثل مكون سني حينما يصاب أي مكان من الغربية والسنة يقوم بقوة، الرئيس الكردي لو حدث أي شيء في كردستان، بالتالي احنا متقسمين من دون أن نعرف ونعترف، وهذا أمر فيه خلل. دعك عن تركيا، تركيا وأقل من تركيا وأكبر من تركيا حينما تجد بمقدار هذا الضعف والتشظي والتشرذم داخل العراق سيكون مستغل، وكما وصفه ضيفك العزيز أنه لقمة سائغة للجميع.
كل إنسان يحتاج أن يكون قوي ليواجه الناس. كل إنسان يمتلك حقه هيبة وسيادة يجب أن يكون قوي يدافع عن حقوقه، يدافع عن جميع أبنائه، يدافع عن كل مكونات الذين يعيشون في بلده. اليوم للأسف الشديد المكونات أصبحت لا تشعر بثقة عالية في الحكومة ولا تشعر في أمان عالي بهذه الدولة، ولا سيما أننا للتو خرجنا من محنة أصيبت منها مكونات وضاعت بسبب هذه السلوكيات، وإلى الآن هذه السلوكيات مستمرة في مسيرة الحكومة على اختلاف تنوعاتها ومشاربها. أستاذ رزاق، ما الذي يعيق الأجهزة المعنية في العراق من القيام بواجبها كرد على هذا الذي جرى؟ ليس عسكريا، ليس باستطاعة العراق عسكريا مقاتلة تركيا، سياسيا هناك ميدان في مجلس الأمن، هناك ميزان تجاري كبير مع تركيا. العراق يعني نسبة التبادل التجاري بالمليارات، وعكس هذا نهر دجلة هذا خلفنا بالصورة منسوبة بدأ ينزل بفعل تركيا. كثير من الأمور بفعل السياسة التركية بدأ يفقدها العراق، وإحنا ما قادرين أنه حتى نحرك ساكن. يعتدى على أراضينا، يستشهد مواطن منسوب نهر دجلة ينزل، ولا كأنه توجد هناك قوة في العراق ممكن أن تقف بوجه التركي. برأيك ليش؟ بسبب سوء إدارة الدولة. منو يتحملها؟ جميع وجزآني، أنت أول ناس. احنا من انتخبنا، احنا من صعدنا، احنا من خلينا هاي الناس هي ان تكون قيادات لنا، قيادات سواء على مستوى رئيس الحكومه او مثلا النواب. اختارينا النواب بحيث اختاروا شخصيات لاداره الدوله على مستوى رئيس مجلس الوزراء او على مستوى الوزراء. لا توجد اداره حقيقيه. ليش تبرئ ساحه رئيس مجلس النواب وهو اهم منصب بهاي المناصب؟ لن ابرئ للسيد رئيس مجلس النواب نهائيا، رغم قناعتي الخاصه بانه سياده الرئيس يبذل ما يبذل لي من اجل وحده العراق، يبذل ما يبذل من اجل كرامه العراق، يبذل ما يبذل من اجل سياده العراق، وهي معلومه للجميع. يعني ما دا اقلل مثلا من دوره، هو هذا الدور الحقيقي، الكل يعرفه، الكل يعرف بانه محمد الحلبوسي شنو توجهاته، وتوجهاته مو الى مكون معين وانما الى كل العراقيين. هو الموضوع مو انتقاد لشخص السيد رئيس مجلس النواب باعتباره بصفته رئيس مجلس النواب. بالضبط، فاهم قصدك. بس انت جوابا على سؤالك، سوء اداره الدوله، ما عندنا وزير خارجيه يعرف بالمهام الموكله له، ما عندنا وزير داخليه يعرف بالمهام الموكله له، ما عندنا قيادات عسكريه تعرف بالمهام الموكلة إلها، ما عندنا رئيس وزراء حقيقة يعرف كيف أن يدافع عن دولته وعن سيادة دولته، ما عندنا رئيس جمهورية يكون حامل الدستور. طيب أنت كعراقي، السيادة العراقية. أنت كعراقي على إيش حاط حزب العمال الكردستاني بأراضيك يهدد تركيا، وكل يوم والثاني تتلقى ضربات من تركيا، وبعدين نطلع ونتحدث بالسيادة وخرق للسيادة؟ ما أنت حاط تهديد للأمن القومي التركي على أراضيك بالجبال العراقية، بالأرض العراقية. وهذا ما دا أقوله، سوء إدارة الدولة، بحيث لو كانت هناك إدارة حقيقية تحافظ على العراقيين وعلى الأرض العراقية وعلى الممتلكات العراقية، أن ما تبرم هكذا اتفاقات، وإن أبرمت هكذا اتفاقات في حدود قانونية بحيث لا تكون فيها تجاوز على الأرض العراقية والسيادة العراقية. أستاذ حيدر، المرحلة الجاية خصوصا احنا مقبلين على الانتخابات 2023، تنتهي معاهدة لوزان. كثير من المراقبين وببحث بسيط حتى على الانترنت وأنت تتابع التصريحات التركية ومخططات أردوغان، ستعود الدولة العثمانية والهيمنة العثمانية، ومتوقع جدا أن يطالب أردوغان تحديدا بالموصل وبكركوك إذا ما طالب بأربيل ومحافظات أكثر. طيب، أمام هكذا دولة ضعيفة وأمام هكذا تجاوزات تركية غير آبها بشيء، كيف راح نواجه هذا الخطر؟ ورئيس الوزراء المنتخب بال 23 راح يكون معدي عليه سنة ونيف، يعني ليس بكثير. يعني أنا قبل أنه كيف نواجه هذا المد، أنا يعني حقيقة أتعارض مع كلمة وردت من حضرتك حتى لا يعني تعبر، ونحن جالسين في هذه الجلسة انه نحن لا نستطيع مواجهه تركيا عسكريا. انا انقل بالمناسبه، انا اسف يعني انا لا اتمنى، لكن انقل ما موجود لحضراتكم. يعني انا لا اعتقد هي مو وسيله التحريض، لكن كل انسان يغار على وطنه يجب ان لا يتقبل بهذه الكلمه اطلاقا، ولا سيما اننا نعيش ايام الحسين ونستذكر فكره الثوره الحسينيه التي تقول ان الظالم يواجه مهما كبر حجمه، ومن غير الصحيح ان نقزم انفسنا، ولدينا في ساحات العزوه والكرامه دلائل كثيره. حزب الله يواجه إسرائيل، أبناء الحشد الشعبي قاتل داعش. ما أنت ما عندك مقاومة تواجه تركيا. الأبطال في اليمن، أنا أقول لك شيء، الأبطال في اليمن تواجه الاعتداء السعودي. لذلك اليوم أنا ذكرت لو أننا
بوحدة أمام تركيا، تركيا ما تتجرأ علينا في شيء. والدليل على ذلك أنا أعتقد أنه اليوم إحنا بأمس الحاجة، بأمس الحاجة أن نعيد على أنفسنا ذكرى تجربة الانتصار الذي حقق الحشد الشعبي وتحقق بتآزر الشيعة والسنة والعرب والكرد وكل العراقيين. أستاذ حيدر، حينما أصبحوا، بس أكمل لك الفكرة، أي. حينما كانوا شيء واحد وهو جزء كتلة عراقية مقاومة تريد أن ترفض الظلم والاعتداء على أراضيها وعلى وطنها وعلى حرائرها حققت النصر. فبالتالي أنا اليوم يفترض، إجابة على سؤالك للعودة يعني قبل أن شيء، يفترض الآن أن نتجاوز موضوع استحقاقاتنا وآماننا وحصيلتنا ومغانمنا ومقدار ما سنجنيه، أن نضع نصب أعيننا واقع العراق ومستقبل العراق. هنالك مناطق رخوة في العراق بالإمكان أن تستغل، هنالك مناطق فيها إشكاليات يجب أن تحل في الداخل قبل أن يكون الطرف الخارجي هو مصدر لكن الحل. أيضا أستاذ حيدر، تحدثت بفكرة حتى لا تمر، أنت تحدثت عن تجربة حزب الله في لبنان ومواجهته لإسرائيل بل وانتصاره، وأنصار الله في اليمن ومواجهتهم للسعودية. أنت بالعراق أمام الوجود المسلح أو العسكر التركي ما عندك قوة مقاومة واضحة تقاوم هذا الوجود التركي، تستهدفه وتناديه بالخروج. لا أخي موجودة والله. إحنا مشكلة العراقيين، شوف باوع، مشكلة العراقيين، أنت اليوم لو تقارن هذا الشعب العراقي الصامد الأبي المقاوم الشجاع، وقف صامتا 30 سنة أمام صدام حسين. مشكلة أنه إحنا ما تعيش الخنوع في أذهاننا، لكن نتربى على فد شيء نتوقع حقيقة. الآن للأسف الشديد هاي العبارات هي اللي تربي تقزم أنفسنا أمام أنفسنا، وبالتالي إحنا ما عندنا مقاومة، ما نستطيع نواجه، ما نستطيع كذا، الحجم التركي أكبر. مو صحيح هذا الكلام إطلاقا، مو صحيح. الواقع وين؟ الواقع خلل إحنا في داخلنا. إحنا نحتاج أن ننظم أنفسنا سياسيا. الآن أي بلد يستطيع أن ينظم نفسه وينظم قانون وما يعيش بمثابة الضيعات ونظام الإقطاع يعود إلينا ونظام التقسيم للعراق. إحنا الآن للأسف الشديد نعيش روح التقسيم من دون أن نصرح به. يعني إحنا لازم تكون عندنا مقاومة شعبية مسلحة أمام الأطماع التركية حتى نتخلص من المخاطر اللي طرحتها عليك بالسؤال وهي موجودة. بالضبط. طيب. أي أستاذ رزاق، إحنا إذا ما حققنا مقاومة شعبية مسلحة والشخصية العراقية شخصية شجاعة، نعم، إذا نتحدث بدولة مقابل دولة أكو فرق بالإمكانيات أستاذ حيدر. طبعا فرق بالإمكانيات موجود، دولة مقابل نعم. دولة نعم. ماكو توازن قوى، بس مقاومة مسلحة تدعو التركي للخروج ممكن، نعم، هذا ممكن بالعراق؟ لا أنا مو مع فكرة مقاومة شعبية إلى الاعتداء التركي على العراق أو اعتداء خارجي على الدولة العراقية. لدينا أجهزة أمنية قوية، لدينا جيش قوي، لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، لدينا فصائل الحشد الشعبي اللي انطوت تحت القائد العام للقوات المسلحة، بإمكانياتها ممكن أن تشكل جبهة صد قوية لاعتداء خارجي. عندما تشكل قوة شعبية مسلحة هذا راح يكون نوع من الانفلات للسلاح بصراحة، وإحنا هسه اللي نطالب بأنه حصر السلاح بيد الدولة بدل ما نفتح باب السلاح أن يكون بيد فلان وفلان وفلان تحت مسمى جديد. لا علينا أن نقوي أجهزة الأمنية اللي الرسمية الحالية الموجودة بما فيها فصائل الحشد الشعبي، نقويها وندعمها كلنا، وخل تعتبر هي اللي هي من صميم واجباتها الدفاع عن سيادة الأرض العراقية، خل كنا ندعمها وصد هذا الاعتداء. يجيك متابع يقول لك الآن، متابع للأوضاع يقول لك الآن الدولة العراقية ما باستطاعتها تخوض حرب عسكرية مع تركيا، نعم، أكو مقاومة شعبية مسلحة لمواجهة الوجود العسكري التركي يراها حل مناسب. أنت الآن تجي تقول السلاح بيد يعني الدولة، يعني إمكانيات الجيش وإمكانيات الجيش العراقي قاتل الجيش التركي. الجيش بس اسمح لي، نعم ماكو نسبة، لكن الإمكانيات الموجودة عند الجيش العراقي وعند الأجهزة الأمنية العراقية اللي ما متوفرة عند الناس أو الشعب أو الجهة اللي حضرتك أنت تنادي بأنه تكون مقاومة شعبية، ما عندهم هاي الإمكانيات اللي عند الجيش. وانت حضرتك نفسك دا تقول بانه الجيش العراقي والقوات الامنيه العراقيه ما عندها جاهزيه لصد القوات التركيه، وانا ايدك بهذا الطرح، لكن احنا نجيب مثلا قوه شعبيه ما تمتلك 10% او 1% ما يمتلكه الاجهزه الامنيه العراقيه، فكيف راح هزموا الامريكان ب 2011 نتيجه الضربات نتيجه المقاومه العراقيه، انهزم الجيش الامريكي وخرج خارج العراق بشواهد كثيره. أنا الآن لا أدعو لهذا الأمر بالمناسبة، نعم، أنا أنقل ما يدور في السوشيال ميديا ومن تصريحات وآراء سياسية وتحليلات
لكن الآن الرجل أستاذ حيدر يقول لك إحنا إذا بقت عندنا إشكالية بالدولة حتى لا تكون شخصيتنا انهزامية من الداخل، نعم، إحنا ممكن نقف حائط صد أمام التركي وأمام جميع هذه المشاريع. السلاح بالسلاح تحت أي مسمى؟ تحت أي مسمى تتجاوز على أرضي على عين وراسي. أنا ضد أي اعتداء، أنا مو مع الاعتداء ضد العراق، لكن تحت أي مسمى تشكيل هذه القوة أو المقاومة؟ تحت أي مسمى؟ عندنا أجهزة أمنية قادرة على أن تصد. طيب خلينا بما أنه وصلنا لهذه النقطة نرجع معاك أستاذ حيدر ونسأل، لا حتى نبرد الملف مرة أخرى، لأنه تركيا جارة كبيرة والعراق مثل ما هي محتاجة العراق بميزان تجاري وتبادل تجاري كبير، احنا أيضا محتاجين تركيا من باب صناعة. ويعني سياسة تصفير المشاكل اللي اتبعتها تركيا بفترة ماضية جيدة. طيب الآن مو بوارد أنه نفتح المشكلة مع تركيا، شنو الحلول حتى تكون العلاقة طيبة؟ أنا أعتقد أنه كل إنسان لبيب وعاقل ويريد أن يعيش بسلام ويريد أن يمضي بمشروع بناء دولة من الضروري جدا أن لا ينفصل عن واقع الخارجي ولا سيما دول الجوار. وإحنا اليوم نرتبط بمصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية ودولية يعني تجبرنا أن نقيم علاقات طيبة مع الجميع إقليميا ودوليا، مع دول الجوار القريبة، مع دول الجوار البعيدة. لكن بطبيعة الحال هنالك واقع سياسي وعرف عالمي يقول أن على الجميع أن يحترم الجميع وأن تتنظم العلاقات باحترام متبادل بين الطرفين. وهنالك يعني احنا قبل كل هذا الكلام اللي احنا تحدثنا عنه، احنا نقول حينما نكون نواجه، كلمة المواجهة لا تعني أنه العتبة الأولى والمرحلة تكون الأولى تكون حرب شعبية ولا رفع سلاح ولا مقاطعة ولا حرب بين جيشين. الآن على أقل تقدير، حضرتك ذكرت استدعاء القائم بالأعمال التركية، على أقل تقدير خروج مظاهرة تستنكر، على أقل تقدير رفض حكومي واضح، على أقل تقدير حكومة جلسة طارئة لمجلس النواب، على أقل تقدير جلسة خبراء قانونيين وسياسيين للنظر في مسألة الاتفاقيات المنعقدة سواء في زمن الحكومة الغابرة أو في زمن نوري المالكي. شنو الإشكال نعيد النظر بها؟ على أقل تقدير تعالوا يا خبراء يا مختصين، وعندنا مراكز رائعة جدا في العراق، درسوا واقع وجود حزب العمال وشنو أضراره وشنو سببه. على أقل تقدير تكون أكو تعزية ومواساة لمكوناتنا العراقيين اللي تعيش في المناطق اللي انصابت بالضرر هذا الشيء. أنا لا أريد أن يعني أثير كلام، ولكن أنا أحيلك وأحيل العزيز العبيدي وأحيل الكلام، يعني مواطن تركي يصاب بأذى من سوريين وهم في أمر الأحوال وهم لاجئين في تركيا، أصابهم الضيم من داعش وذهبوا إلى تركيا، حرقوا السوريين حرقة. لماذا كرامة التركي الذي يصاب عالية جدا ويستنفر كل تركيا في أنقرة على هؤلاء الضعفاء اللي هم أمانة عند الأتراك؟ لماذا الدم العراقي بهذا المقدار من السهولة والرخص أمام الآخرين؟ فبالتالي أنا أعتقد أمامنا عشرات الحلول، مقاطعة للبضاعة التركية، مقاطعة للاقتصاد التركي، 100 حل وحل. يعني احنا ليش ما انقطعت بين السبل؟ شريكك ما راح يقبل، راح يقول لك تقاطع البضاعة التركية حتى تعتمد على البضاعة الإيرانية وسويت العراق ضيع. رجعتني يعني إلى سؤالي الأول، لو لم نكن متشرذمين وشيعة لازم نصطف مع إيران وسنة تصطف مع السعودية وتركيا وأتراك لازم يصطفون مع، هذا هو السبب يا أخي. المشكلة أننا بلا مواطنة عالية، لو كنا جسد واحد كردا وعربا وشيعة وسنة ونهتم بالمشروع الوطني العراقي لاستطعنا أن نقف بصمود ومواجهة باسلة وحقيقية أمام كل هذه المشاريع. لكن ضعف الثقة بين الآخر وبيناتنا العلاقات إلى الآن ما وصل إلى درجة أن تمتد نمثل كلنا جسدا واحدا، كل يعني يغني لليلى، هذا السبب اللي يجعلنا ضعاف أمام الآخرين. وتركيا غير غافل عن هذه المقولة اللي حضرتك تذكرها، فاهم هذا الموضوع، وغير تركيا أيضا فاهم هذا الموضوع. فبالتالي أعتقد أن الحل يبدأ من الداخل قبل تركيا. اليوم إحنا مشكلة أن نرمم واقعنا وأن نؤثث لتفاصيل بيتنا السياسي ومنهاجنا السياسي. وأهم مشكلة أنا أعتقد الآن أمام، ولا سيما إحنا نتوقع أنه إحنا أمام انتخابات وننتظر أناس جدد وننتظر دورة برلمانية جديدة، ملف السيادة ملف مهم جدا، ومن يتقن هذا الملف سيكون له دور كبير وسيحقق إنجاز عظيم. كل الإخفاقات التي تحققت في الدورات السابقة وفي المراحل السابقة علينا أن نتجاوزها في المرحلة القادمة، وهذا ملف في غاية الأهمية. نذهب إلى فاصل ثم نتابع هذا الحوار.
من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب أيضا بضيفينا الأستاذ رزاق العبيدي عضو حزب تقدم والأستاذ حيدر التميمي عضو حركة عطاء. طالما تحدثنا عن هذا التجاوز التركي والسيادة وهذا الاختلال الأمني، أيضا من هذا المدخل ندخل إلى موضوعة الانتخابات. هناك مناطق تشهد توترات أمنية، هناك مناطق حتى مثل سنجار التي تعاني من استهدافات، هناك تداخل كبير في الدوائر الانتخابية ولغط، بالتالي كيف ستحل هذه الإشكاليات والتعقيدات قبيل الانتخابات ولم يتبقى على الانتخابات شيء أستاذ رزاق؟ حقيقة أغلب المناطق هي بها يعني استقرار أمني. لو رجعنا إلى الوراء، انتخابات الماضية كانت عام 2018. 2018 لا يوجد أي استقرار أمني في تقريبا في ثلث العراق. ليش؟ أما الآن تعرف بوقتها كان الخروج من داعش، من داعش محرر الأراضي من داعش، مع ذلك كان لم تستقر المناطق. كان صح خروج داعش يعني قبيل الانتخابات بعدة أشهر، لم تشهد تلك المناطق استقرار أمني نهائيا، لكن الآن في أغلب مناطق العراق استقرار أمني. الوضع الأمني هذا العام أفضل بكثير عن عام 2018، ومسؤولية الحكومة العراقية بأنه توفر الأمن الانتخابي. طيب نعم. وقائمة بمسؤوليتها على أتم وجه؟ اللي أتمناه بصراحة، اللي أتمناه. أعطيني مشاهداتك، أعطيني معلوماتك بخصوص هذا الموضوع. والله حقيقة في مناطق معينة يعني أكو خلل بالأمن الانتخابي. أي لكن شيء شيء في شيء. الغالبية في غالبية لا هاي المناطق هي شنو مشكلة؟ المناطق هي اللي تحدث بها النزاعات أو الصراعات، وفي بعض بسيط يعني في مناطق بسيطة في محافظة نينوى وفي صلاح الدين. اليوم عملية بكركوك بالطارمية. نعم، نعم، عملية. نعم، نعم. بأكثر من مكان. أي لكن أغلب المناطق العراق نشهد فيها استقرار أمني وأمن انتخابي بصراحة. أي أستاذ حيدر؟ يعني أنا ما أكو بعض المناطق المستقرة خلاص تمام. الأخ العبيدي يتكلم عن وجود استقرار، لكن إحنا يعني من الضروري جدا أنه المفوضية والدولة اللي هي الآن حامية لمشروع الانتخابات وتحمل على عاتقها أن تجري بسلاسة وبانسيابية وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية. نعم. اليوم عندنا المناطق المتنازع عليها، وحضرتك ذكرت كركوك. كركوك في الانتخابات السابقة شهدت خروقات كبيرة جدا، ولم يكن هنالك معالجات حقيقية وجادة قانونية تشعر الأطراف اللي عايشة في كركوك، المواطن الكركوكلي، أن أصواته ذهبت إلى موقعها الحقيقي. وكانت هنالك نداءات، وكانت هنالك مظاهرات، وكانت استنكار، وكانت توجهات وحراكات على مستوى قانوني عالي، ولكنها لم تؤتي أكلها ولم تجدي نفعا إطلاقا. هذه مسألة. الآن عندنا أيضا حضرتك ذكرت مثلا مدينة سنجار. أنا أحيطك علم أنه سنجار، تعرف حضرتك الآن أغلب شعب اللي في سنجار ما موجود في سنجار، هنالك عدد كبير من القومية من الأخوة الأيزيديين يعيشون في المخيمات، وهذه المخيمات تحت سطوة الأكراد، إخواننا الأكراد في كردستان. وبالتالي احنا مرارا وتكرارا طالبنا أن يكون المراقبين، يكون المشرفين على المخيمات في كردستان وناس محايدين، أن لا تجعلوهم من كردستان ولا تجعلوهم من سنجار ولا تجعلهم حتى من أهالي نينوى. وطالبنا أيضا أن يكون هنالك أشراف أممي بكثافة ومستوى عالي ليراقب الحدث، لنشعر بإطمئنان أن يكون هنالك عدالة في ذهاب الأصوات إلى موضعها الحقيقي. فضلا عن ذلك هنالك عدد كبير من المواطنين الذين هم من أهالي سنجار اللي الآن يعيشون في الموصل القديمة أو في أحياء داخل نينوى وليس في مدنهم، ولم تفتح لهم مراكز في أماكنهم لكي يدلوا بأصواتهم. وبالتالي فهم أمام خياران، إما أن يبقوا في بيوتهم، وإما أن يتحملوا أو يتجشموا عناء الذهاب إلى سنجار لكي يدلوا بأصواتهم، وفي بعض الأحيان المسافة طويلة جدا ولا يتحملها كاهل المواطن. إذن بالتالي هذه اللي تتحدث عنها مجموعة مشاكل كبيرة من العيار الثقيل قبيل الانتخابات، هاي قادر الحكومة على تجاوزها؟ لا، أنا أعتقد أنه الوقت الكافي. يعني هذا الموضوع أنا ما أتحدث به ونحن أمام أيام للانتخابات، هذا الموضوع احنا طرحناه على الأخوة في المفوضية ومع بعض المختصين وأصحاب الشأن في جلسات كثيرة ومطولة، وقبل أشهر من ذلك الموضوع. قسم منها كان أكو تفاعل، وقسم منها كان ليس هنالك تفاعل. كانت هنالك دراسات وهنالك آراء كثيرة. تعرف حضرتك الآن الهم الأكبر للمواطن العراقي وللأحزاب، ولا سيما الأحزاب التي ليست من الأحزاب المهيمنة السابقة، وتعرف حضرتك الآن على الرغم من قلة المرشحين للانتخابات، لكن كثير منهم الآن يدخلوا المرة الأولى، قسم منهم مستقلين، فلذلك تعيش في مخيالهم وتعيش في مخيلتهم تجارب مخو هاجس الخوف من مسألة التزوير.
وبالتالي احنا كنا امام طرح عدد من الاراء وكثير من المشاريع، لكن هنالك اصرار من المفوضيه على البقاء على كثير من المفاصل التقليديه مع وجود اللي ممكن تكون ثغرات لعمليات تسليم. بالضبط، وان كان هنالك اجراءات يعني حتى الانسان يكون حيادي، اجراءات حياديه قامت بها المفوضيه وعلت عنها المضاهات كذا التفاصيل، لكن حقيقه يعني انا كمواطن عراقي احتاج ان اشعر بطمانينه اكثر عن طريق توفير اجراءات اكثر رصانه. اي استاذ رزاق، هاي الخروقات اللي تحدث عنها استاذ حيدر، شقد راح تستفيد منها الكتل السياسيه وجوز منها كتلتكم اللي ممكن تكون منفذ للتزوير؟ لا لا لا، كتلتنا ابتداء لا تستغل هكذا نفوذ، كتلتنا ان شاء الله ناجحه باعمالها ومنجزها ان شاء الله، ومحبه الناس ويعني افراد المواطنين اللي ضمن اطار مرشحينا ان شاء الله نالين ثقتهم، واينما نذهب مجرد ان نقول بانه انا انا من هكذا كتله يتم الفرح والسرور بالنسبه لهم ويتم استقبالنا حقيقه بروحيه عاليه. هذا ويحسب لكم. طيب اذا تسمحي بس تعقيبا على كلام الاستاذ حيدر تميم فيما يخص المفوضيه، حقيقه كانت مخاوفنا بعمليات التزوير المفوضيه سابقا نعم موجوده، لكن حاليا امام مفوضيه يقودها ساده قضاة حقيقه الخوف من التزوير، عمليات التزوير بعيده كل البعد، لدينا ثقه عاليه بالاساتذه القضاة الذين تم تعيينهم كمجلس مفوضين لمفوضيه الانتخابات. اكو تقارير تقول لك خاضعين لكتل سياسيه او عليهم تاثيرات سياسيه، مو الكل عفوا، نعم بعض. بعدين القضاة محترمون وموجودون صح، لكن تحت القضاة ما هي ذات الكوادر اللي كانت عليها مشاكل، نعم، وعليها اعتراضات، بقت ذات الكوادر بالمفوضية، أكو مشكلة على إجراءات المفوضية. أنا أتكلم عن مس المفوضية الذي هو صاحب السلطة العليا، صاحب القرارات القوية، صاحب القرارات التي تضمن عدم تزوير الانتخابات، هم قضاة، وإن دفعت بهم بعض الكتل السياسية أو بعض الأحزاب، لكن مجرد هو كون قاضي هو بعيدا عن التحزب، بعيدا عن توجهات الحزبية. يعني انت تعترف الان اكو قضاة دفعت بهم كتل سياسيه؟ انا لا اجزم، انا رد تعقيبا على كلام حضرتك، قلت اكو بهم دفعتهم كتل سياسيه، فقلت لك ان كانت هنالك مثلا ان كان انا قلت هناك اتهامات، نعم، لبعض بانهم يخضعون لتوجهات سياسيه. انا انفي ذلك جمله وتفصيلا، الساده القضاة محترمين، والساده القضاة وخصوصا القضاء العراقي حقيقه بعيده عن التحزبيه وبعيده. لا القضاء بعيد استاذ حيدر، نعم، حتى لا نقع بشركه. نعم بسمح القضاء بعيد، القضاء احنا نتكلم عن مفوضية. انا من قصدت مفوضيه من قصدت من قصدت القضاة، قصدت القضاء الذين يعملون في مجلس المفوضيه. جيد، نعم. اي طيب، اذا مخاوفكم من التزوير قليله بهذه، نعم، الانتخابات، نعم، نعم، لقناعتكم الكبيره، نعم، بالاجراءات المتخذه من قبل المفوضيه. نعم. طيب بطاقه الناخب الالكترونيه هذه اللي هي ممكن تكون واحده من اكبر الثغرات للتزوير، شلون؟ اللي قبلت المفوضيه بانه البطاقه القديمه اللي بدون صوت، نعم 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 نعم، اللي نعم كانت هناك اعتراضات كبيره حتى المفوضيه تتجاوز هذه العقبه، ما تجاوزتها وبقت موجوده تقريبا شيء 4 مليون بطاقه، ويقال غالبيتها عند الكتل السياسيه. البطاقه القديمه، البطاقه القديمه، اي نعم، يجب حضور الشخص نفسه، فكيف يعني راح يتم التزوير من خلالها؟ اها نعم. طيب اذا لازم يحضر الشخص نفسه، لازم يحضر الشخص نفسه. طيب استاذ حيدر، إجراءات رصينة، نسبة التزوير إذا مو صفر فخلي تكون نسبة جدا ضئيلة، ليش نقلق المواطن العراقي من وجود حالة تزوير أو مخاوف لدى الكتل السياسية؟ طبعا هذا جل ما نتمناه، غاية ما نتمناه، احنا ناس داخلين بمشروع وعدنا ماضين بعمل ونتمنى أن نحصد ونقطف ثمار ما نجهد أنفسنا عليه، وبالتالي احنا سنقف بحزم متابعين ومراقبين، نحافظ أمانة على أصواتنا وأصوات من يدعمنا وأصوات كل المجتمع العراقي اللي نعيش فيه، نعتبر هذا جزء من مسؤوليتنا، لكن من الضروري بمكان أنا ما يعني مو في صدد أنه الاتهام، ولا يجب أن أكون في صدد أنه الدفاع والإطلاق الدفاع، هذه مسألة يجب أن نكون يعني حقيقة موضوعيين في الموضوع، أكو هنالك أمور تشخص وهذا ما يقدح بمسألة نزاهة القضاة أو اللي يشرفون على معالية المفوضية، هي آلية، بالتالي القاضي يمشي على نظام موجود. بالضبط، هو النظام عليه أشكالية. حضرتك تتكلم الآن، أكو الآن عملية الإدلاء بالصوت، ترحيل الصوت،
الرامي اللي ياخذ الاصوات، رحيل الاصوات وعودتها. انا مو اي تي ولكن اكو كثير من المختصين بهذا المجال، يعني ما اعرف الاخوان، يعني اكو فد امور تشخصها. بس احنا حتى اذا ما نريد نشكك على الاقل نكون يعني محافظين ولا نفسح المجال لهذا الموضوع ان يقع حتى ولكن ان يكون بنسبه صغيره، على اعتبار انه اليوم جزء من نجاح عمليه الانتخابات ليس فقط انتهائها واعلان نتائجها، جزء من عمليه نجاحها ان يكون شعور بالرضا من قبل المواطنين وان يشعر ان الموضوع. بس استاذ حيدر، انا يعني مع احترامي لما تتفضل به، لكن ايضا نسبه كبيره من المواطنين العراقيين ذهبوا الى المفوضيه وحدثوا بطاقاتهم الانتخابيه، نسبه كبيره جدا يعني عمره المليونين او اكثر. لا. هذا ما لم يحدث في 2018 والانتخابات اللي قبلها، هذا مؤشر جيد على نسبة مشاركة كبيرة وعلى ثقة من قبل المواطن بإجراءات المفوضية أولا. ثانيا مخاوف التزوير حتى وأن حدثت بعض الإشكاليات في 2018، لكن هذه حكومة جديدة، مجلس قضاء، كثير من الكتل السياسية قابلة عليه. طيب كل هذا الكلام اللي ذكرته جدا صحيح، وإحنا يعني جزء من طمأنينة اللي تعيش في داخلنا وما ننخله من طمأنينة إلى الآخرين أنه هذه العمليات اللي إحنا مراقبيها ومتابعيها. بالمناسبة يعني حتى تكون بالصورة، يعني المفوضية والقضاة باستمرار تجلس مع قادة الكتل السياسية وتجلس مع الحكومة وتتابع وتواصل وتسمع، هنالك مشورة. لذلك إحنا قطعنا أشواط كبيرة مع المفوضية في تشخيص بعض الأمور وتجاوبت معنا في كثير من الجوانب، هذا شيء لا ينكر. وقت الآن هذه الإشكالية اللي تتحدث بها، لكن الإخوان فكرتهم وهنالك ضغط كبير على أنه تزيد نسبة المشاركة، فسمحت للبطاقات الإلكترونية وما اقتصرت فقط على البيومترية. وإحنا يعني كانوا معنا ضيوف من المفوضية وأيضا تحدثوا أنهم مو كل شيء بديهم، بالتالي هم يعملون وفق قانون، ومجلس النواب خلاهم بقانون فرض عليهم كثير أمور هم ما كانوا يريدوها. جيد. لكن هذا لا يعني أنه الانتخابات سيئة. نتحدث وفق ما موجود حاليا من صراع ومن تشكيك، مرة بنزاهة الانتخابات، مرة بنزاهة المفوضية، وهذا تسقيط سياسي وصراع سياسي موجود. كيف سينعكس هذا على شكل التحالفات بعد الانتخابات أستاذ رزاق؟ يعني حقيقة أنا أتوقع يعني في هذه الانتخابات تكون الاتهامات قليلة جدا إلى المفوضية، وتمنياتي حقيقة بأنه تخرج تلك انتخابات وهذه العملية الديمقراطية بأعضاء برلمان يتمنون العراق الخير. تقدم هواي هواي مرتاحين وواثقين بنفسكم كثيرا. نعم، عندما تذهب إلى البصرة ويقال لك أتمنى لدي شخص يمثلني في قبة البرلمان كالحلبوسي، تفرح فيكون تكون عندك ثقة عالية. عندما يأخذك الآن إلى الموصل عندما تذهب، عندما تذهب إلى النجف ما يفرح أيامك الرجل، ما يفرح. نعم. بعدين أعطيك مثل ثاني بسيط. إذا أسمح مثل ثاني بسيط، رأي الخاص مثل ثاني بسيط، أرجوك مثل ثاني بسيط. تذهب الآن إلى الموصل يقول لك أنا أتمنى لو عندي شخص مثل فالح الفياض ومستعد. نعم. أرشحه حقيقة ما سامع. والرجل نازل بالموصل حقيقة ما سامع في نازل بالموصل حقيقة دا أقول لك ما سامع في اليوم شخص يقول لي لو فاز فالح الفياض، مع اعتزازي بشخص فالح الفياض. احنا مع احترام الالقاب. نعم نعم والمقامات. نعم نعم. لكن هو الرجل ايضا نازل بالموصل عن تجربه وليس من باب الدفاع، عن تجربه اينما اذهب وفي اي محافظه جنوبيه يقال لي هذا الكلام. هنيالكم على الحلبوس. تعرف العراقيين يجاملون كثير. لا موضوع مجامله، اصدقاء وناس حتى ناس وسطاء، لان شافوا الحلبوسي اشتغل الناس، اشتغل المنطقة، اشتغل الأهل، اشتغل يعني اشتغل حقيقة حتى إلى غير يعني محافظته، اشتغل. طيب. في كل مكان، فلذلك احنا ثقتنا عالية عندما نكون. بس أنت بما أن فتحت لنا يعني موضوع عن شخصية رئيس مجلس النواب، فخلي نسأل الأستاذ حيدر التميمي بفقرة. نعم. رأي وتعليق، وبعدين راح نخلي الختام وياك لأنه أيضا عندنا حديث عن شخص السيد رئيس المجلس إن شاء الله. أستاذ حيدر، فقرة رأي وتعليق. الرأي الأول يقول التحالف بين عطاء والحزب الإسلامي خلطة غير مفهومة، كيف تعلق؟ أول شيء لأنها بعيدة عن الواقع السياسي المقيت الذي تسبب بكل ظلامات العراق، وتسبب بأن يقول ابن البصرة ليت لي
حلبوسي يمثلني، ومفترض أنه الحلبوسي يمثل كل العراقيين، والحلبوسي يعمل رئيس مجلس نواب يقعد يشرع ويراقب، ما يقعد يبلط شوارع بالأنبار حتى نقول إحنا يا ريت عندنا السيد الحلبوسي. أتمنى أن يكون الحلبوسي لحيدر التميمي ولابن الأنبار بمسافة واحدة. أنا لا أريد أن أشخصن الأمور وتحدث عن الشخصيات، أسماءنا يكفيها شرفا أن تنظر إليها بالتاريخ، مو أنا اللي أتحدث عنها. اثنين، موضوعة الحزب الإسلامي، هذه الخلطة العجيبة اللي الآن المراقبين السياسيين الخارجيين يشهدون بأنها متفردة في العراق، هي دايخين بها الناس على فكرة. بالضبط. ليش؟ الواقع السياسي، احنا نشخص موضوع ان مستقبل وطن العراق بوحدة العراقيين. لدينا تجربة الحشد الشعبي اللي أثبتت أن وحدة العراقيين هي السبيل الوحيد للنصر. التشرذم والتشظي يحقق منافع شخصية ولا يحقق منفعة وطنية لجميع العراقيين. لذلك اليوم شوف عطاء، حينما مو فقط الحزب الإسلامي، عطاء مع ثبات أيضا ومع الكثير من يعني الشخصيات التي تنتمي إلى جهات لا تحسب علينا بالمذهب أو حتى بالعقيدة والدين، لكن مسألة العبور إلى الضفة الثانية مسألة تفردت بها عطاء على الآخرين. ثانيا، بعثة يونامي في العراق تقوم بدورها بشكل مهني، مو في كل تفاصيلها. احنا يعني اللي حددنا انه البعثات الدبلوماسية حينما يكون لها مساحة من العمل تبدع حينما تكون باقية في مساحتها. من الضروري جدا أن تتحدد بهذه المساحة ولا تتجاوز إلى أمور أخرى، وهذا هو الإشكال اللي احنا سجلنا عليه. ثالثا، الحشد الشعبي لا يلتزم بتوجيهات القائد العام. أنا لست من الحشد الشعبي ولا أتكلم عن فكرة. أنت سياسي عندك فكرة وعندك رأي وعندك. أنا أعتقد أنه الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام، وبالتالي التصريح بعدم مؤسسة تابعة لي هذه مسألة جزء من الخلل في دور القائد العام. هو جهاز، وربما يقال أنه كثير من الأجهزة الثانية اللي هي تابعة للقائد العام لا تلتزم بأوامره. خلل بالإدارة العامة للقائد العام، مو الخلل بالحشد الشعبي. طيب لك ما تشوف غريب أنه الحشد مستهدف دون سوى من الأجهزة؟ وسيبقى مستهدف بالتأكيد، سيبقى مستهدف، لأن إحنا عندنا مخاوف في داخلنا. طيب. إحنا ما نشعر بأهمية الحشد الذي حفظ الكرامة والعرض ودافع عن الأرض، لكننا الآن نتخوف أن يكون الحشد مصدر قوة لجهة سياسية متمثلة بالشيعة وتضعف من قوة الآخر اللي يعيش معي في الوطن. هذه مشكلة الحشد الشعبي. أستاذ رزاق، الفشل البرلماني بهذه الدورة يتحمله رئيسه السيد الحلبوسي. بس قبل ما أجابك على هذا السؤال، تعقيبا على كلام أستاذ حيدر، عندما قلت بأنه عندما ذهابي إلى البصرة المواطن البصري يقول لي هنيئا لكم على محمد الحلبوسي، ليس معنى كلامي بأن السيد محمد الحلبوسي حصرا على الأنبار، وإنما محمد الحلبوسي باعتبار رئيس مجلس النواب هو لجميع العراقيين، ولكن هذه أمنية المواطن البصري يعني تجسيد حالة سلبية لمن يمثله في مجلس النواب من محافظة البصرة. أستاذ رزاق، نعم. جاي الانتخابات، نعم، وراح نشوف الأصوات والمقاعد. لا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله في حالة تقدم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هاي هسه إحنا الآن أكو فشل بهذه الدورة توصف، نعم، باللا دورة، والبعض يحملها لشخص الرئيس. نعم. أين الفشل في هذه الدورة؟ أغلب القرارات، أغلب القوانين المهمة، اللي كان الشعب العراقي ينتظرها منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة شرعت في هذه الدولة، فكيف فشلت هذه الدولة؟ انطيني وزير فاسد. أين قانون، أين قانون المحكمة الاتحادية؟ متى شرع؟ انطيني وزير فاسد استجوب. نعم، وزير فاسد استجوب وأقيل. ما استجوبوا وزراء في دورات سابقة وأقيل. وش اللي حصل؟ شو اللي حصل؟ لم يحصل أي شيء. أستاذ العزيز، القوانين هي أهم دور لمجلس النواب، أهم القوانين شرعت في هذه الدورة. طيب. بالعكس، الجميع ينظر إلى هذه الدورة، هي أنجح دورة على تاريخ مجلس النواب منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة. لم يكن زعيم حزب تقدم السيد الحلبوسي موفقا عندما خاطب زعيم تحالف العزم السيد خميس الخنجر بسأعيدك إلى حجمك الطبيعي. نعم، لم يكن موفقا. ليش لم يكن موفقا؟ هذا رأي موجود أنه ما كان موفق، لازم يعني يكون الحديث بهذه الحدة. نعم، فشلون تجاوب حضرتك؟ أجاوب بأنه اللي يشوفه غير موفق هذا وجهة نظره هو، لكن السيد الرئيس أكيد عندما قال هذا التصريح أكيد كان على استند على أدلة وبراهين وعن قناعة وعن ثقة عالية بهذا القول. طيب بتشوف هاي الثقة العالية أنه بلشت تنعكس على الشارع يشنج أكثر؟
لا بالعكس، لا وين التشنج؟ يتخندق اكثر. ليش ما تقول من ثقته العاليه بنفسه وباعماله ومنجزه؟ ليش ما تقول ثقته العاليه بمحبه الناس اله؟ ليش ما تقول الثقه العاليه اجت من حب الناس اله؟ شكرا جزيلا لك السيد رزاق العبيدي عضو حزب تقدم وكل التوفيق لكم. حياك الله. والسيد حيدر التميمي عضو حركه عطاء شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، يوم غد انتم على موعد مع حلقه خاصه من الميادين بذات الموعد سيقدمها لكم الزميل عبد الله بدران. تابعوا الميادين، شكرا جزيلا والى اللقاء.